بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. سأل بعض أعضاء المجموعة احفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة مع خادم القرآن دريد إبراهيم عن تطبيق عملي للطريقة التي أوضحتها لكم في فيديو وكذلك في بوستات نشرتها على المجموعة. أخذ الصفحة الرابعة كمثال للتطبيق. كما ترون أنه لدينا في مصحف المدينة أنه قد قسم الصفحة إلى 15 سطرا. نأتي إلى الصفحة هذه. أول شيء نفعله في هذه الصفحة أقرأ الصفحة 20 مرة. 20 مرة يعني آتي إلى الصفحة وأقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هكذا إلى أن أنتهي من الصفحة كاملة. أقرأ الصفحة بهذه الطريقة 20 مرة. ما الغاية من هذه الطريقة؟ الغاية أنه تصبح الصفحة علي سهلة وسلسة، وإن كان هنالك كلمات صعبة أثناء التكرار المرة الثانية والثالثة والرابعة حتى المرة 20 تصبح هذه الكلمات يسيرة على لساني. وأيضا التكرار 20 يعني 20 مرة سوف يؤدي إلى خزن صورة ذهنية في الدماغ لهذه الصفحة، سواء كانت مثلا بداية الصفحة أنه تبدأ مثلهم أو في وسط الصفحة مثلا أعلم أنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي آخر الصفحة سوف تكون لدي صورة أنه جاءت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا سألك سائل بعد أن تحفظ بإذن الله عز وجل ممكن أن يقول لك هذه الآية هل هي في وسط الصفحة أم في أسفل الصفحة أم في أعلى، فثق أنك ستجيب وتقول أنها في الموضع الفلاني. طيب الآن قرأت الصفحة هذه 20 مرة. بعدما قرأت وأصبحت كلمات الآيات وكلماتها صارت سهلة ميسرة علي، تأتي إلى سطر وتبدأ تحفظ هذا السطر وتكرره 10 مرات. 10 مرات مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هكذا 10 مرات. ثم بعد ذلك تنتقل إلى السطر الثاني، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ذهب الله بنورهم، هكذا إلى أن تكمل 10 مرات. فإذا فرغت من السطر الثاني تعود وماذا تفعل؟ تربط السطر الأول مع السطر الثاني وتقرأه 10 مرات. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هكذا تقرأ السطر الأول مع السطر الثاني 10 مرات. أتقنته لا تنتقل إلى السطر الثالث إلا إذا أتقنته غيبا من غير النظر إلى المصحف السطر الأول والسطر الثاني. ثم نأتي إلى السطر الثالث، صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني أنت تجعل فواصل معينة تعرف أين تنتهي وأين تقف، أو ممكن أن تقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تكررها هكذا 10 مرات. إذا أتقنتها تعود وتكرر من السطر الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
ماذا ستفعل هنا؟ تكررها 10 مرات، السطر الأول والثاني والثالث، هكذا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت إلى أن تقف لا يرجعون. أتقنت السطر الأول والثاني والثالث، تعود ماذا تفعل؟ تحفظ السطر الجديد. هنا مثلا أحفظ: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو كصيب، 10 مرات، كل سطر جديد تحفظه وتراجعه 10 مرات، وأولا تكون في النظر إلى المصحف، ثم بعد ذلك تحاول أن تراجعه من غير النظر على المصحف ويكون غيبا. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وحاول أن تتغنى بالقرآن، فهو أقرب إلى القلب وإلى الروح، وكذلك يرسخ في النغمة، هذه ترسخ في الذهن، ورائعة جدا، وجرب هذه الطريقة. أكملت هذا السطر الرابع، ماذا تفعل؟ تراجع 10 مرات من البداية. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هكذا تراجع الأربعة أسطر 10 مرات إلى أن تتقنها. هذه العملية تثبت المحفوظ الجديد، وأيضا تجعل لك ربطا بين الآية والأخرى، الآية والأخرى، أنه تعلم أنه صم، أنه صم بكم عمي جاءت بعد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وأنه أو كصيب من السماء جاءت بعد صم بكم عمي. عملية ربط للآيات بهذا التكرار، وأقول التكرار ثم التكرار ثم التكرار. وهكذا تفعل مع السطر الخامس، تحفظه 10 مرات، فإذا حفظته غيبا من غير النظر إلى المصحف تعود و تراجع من بداية الصفحة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى السطر الخامس 10 مرات، تكرره هكذا وهكذا مع كل سطر جديد، تفعل سطر جديد حفظ 10 مرات، فإذا حفظته تراجع الأسطر السابقة مع السطر الجديد 10 مرات إلى أن تنتهي من الصفحة، وتكون بهذا قد راجعت هذه الصفحة من بدايتها إلى نهايتها مئات المرات بإذن الله عز وجل، وأصبح لديك الآن صورة ذهنية في دماغك عن مواضع بداية أعلى الصفحة ووسط الصفحة وأسفل الصفحة. فإذا انتهيت بإذن الله تعالى من هذه الصفحة كما قلت لك، ماذا تفعل؟ تراجع هذه الصفحة كاملة 10 مرات من البداية إلى النهاية غيبا من غير النظر إلى المصحف. فإن تلكأت من غير النظر إلى المصحف أكملت الصفحة، إذن أنت سوف تراجع هذه الصفحة 10 مرات من البداية إلى النهاية. فإذا تلكأت أخي في الله في كلمة معينة، مثلا أنه بعد والله محيط بالكافرين، يكاد ممكن أنه أنا تلكأت هنا، تنظر إلى المصحف في هذا المكان الذي تلكأت فيه وتراجعه، ثم تعود إلى مراجعة الصفحة كاملة، بحيث أنه تراجع الصفحة كاملة 10 مرات من غير النظر إلى المصحف من غير تلكؤ. وكلما تلكأت زدت عدد مرات المراجعة، يعني إن تلكأت في مراجعة والمنصوص عليه 10 مرات، إذن تجعلها 11 مرة، إن تلكأت مرتين تجعلها 12 مرة، وهكذا حتى تتقن الصفحة غيبا من غير النظر إلى المصحف. بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل تكون أتقنت هذه الصفحة إتقانا جيدا، وحفظتها حفظا ممتازا،
وهذه في طريقة الحفظ لصفحة من القرآن. وبإذن الله عز وجل سأنشر فيديو آخر بعد أن نحفظ عدة صفحات، لكي أبين لكم كيف يتم مراجعة المحفوظ القديم وأن لا ننساه، ويكون متقنا راسخا في الأذهان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم أدمن مجموعة احفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة، مع خادم القرآن دريد إبراهيم. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دريد إبراهيم أبو مريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.